صباح الفل يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أكلم أمي على الصبح كده أشكرها وأقول لها كل سنة وأنت طيبة بمناسبة عيد الأم، بس حبيت إن أنا أسجل لها فيديو وهو هيوصلها خلاص. بقى أمهاتنا الجيل ده بقى يتابع السوشيال ميديا وصحباتها هيبقوا كتير. عايز أشكرك يا أمي قدام الناس كلها، ونفسي إن دي تكون سنة حسنة كل الشباب يعملوها النهاردة على صفحاتهم، وأمهاتنا يتفاجئوا إن إحنا بنتكلم عن ذكرياتنا معاهم بس قدام الناس. وأنا الحقيقة اليومين دول هاجم عليا مواقف كتير حصلت بيني وبينك يا ماما، بتهجم عليا وبفتكرها رغم إنها حصلت من أكتر من 30 سنة لما بشوف حاجات شبهها مع عيالي. وأنا الحقيقة بقيت أشعر بمشاعر مختلفة بعد ما كبرت وخلفت، والحمد لله رب العالمين الولاد بدأوا يعملوا معايا اللي أنا كنت بعمله معاكي زمان. فمن حاجات جميلة وحاجات فيها تحديات. الأول فخليني كده أفكرك بأربع مواقف قدام عينيا. موقف الأولاني مش هنسى أبدا، وأنت قاعدة بإسدال الصلاة متأخر بالليل في البلكونة مستنياني، وأنا راجع متأخر مش في معادي من النادي أو من خروجة مع أصحابي قبل ما يكون في موبايلات، لابسة الإسدال الأبيض بتاعك اللي فيه شغل من هنا كده، عارفه كويس أنا وفاكره كويس أوي، وقاعدة وساندة بدقنك على سور البلكونة. أول ما تشوفيني جاي من أول الشارع من عند الكشك كده تخشي جوه، خلاص طمنت إن أنا كويس ما حصلليش حاجة. كتر خيرك يا أمي. يمكن أنا دلوقتي الواحد بسهولة بيطمن بالموبايل على العيال، لكن أنا متصور كل لحظة كنت قلقانة والأفكار اللي كانت في بالك. كتر خيرك يا أمي. والله أنا نفسي وأنا جاي كده من أول الشارع وشايفك في البلكونة في الدور الرابع أشعر بالأمان إن في حد بيفكر فيا، وإن تأخيري ليه قيمة عند أي حد. ربنا يخليك لينا ويبارك في صحتك يا ماما. عايزة أفكرك بالمثل الشعبي اللي حفظته لنا وإحنا صغيرين، يوم ما كنت بتزعقلنا عشان ما بنذاكرش، إحنا كنا أربع أولاد يعني، فنقول لك يا ماما بطلي بقى ما تضايقيناش وعايزين نلعب، فتقول لي يا ابني يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. والله المثل ده بقوله لعيالي يوم ما بيتضايقوا لما بضغط عليهم علشان يهتموا بحاجات في حياتهم مفيده. كتر خيرك يا امي. والله عايز اقول لك ان انا فاكر كل بلوفر تريكو انت عملتيه لنا. انا ما مش فاكر ان احنا اشترينا بلوفرات في حياتنا. فاكر ان حضرتك يوم ما كنت بتعرفي لون اليونيفورم في المدرسة تخش على طول فاكر ابرة التريكو وانت قاعدة بالنضارة قدام التلفزيون وعمالة شغالة في البلوفر، وبعدين تورينا الحتة اللي في الاسورة هنا والحتة اللي هنا عشان يبان ان هو يعني بلوفر من محل شيك. الموضوع ده متعب جدا، ما كنتش متصور ان هو متعب كده. ربنا يتقبل منك والله يا امي، يعني بجد كنت مكفيانا. فاكرة لما حلقت زيرو انا من هنا زمان يا شباب؟ كنت بسمع فرقة معينة كده كان العازف بتاعهم حالق زيرو وشعره طويل، بس حالق زيرو من هنا اللي احنا بنسميها كابوريا، بس كابوريا وشعره من جناب طويل، فطولت شعري طولت شعري وحلقت زيرو من الجناب كده حاجة بص يعني مرعبة. فاكر امي رجعت من الشغل كان الساعة 3، بترجع من الشغل كانت الساعة 3 او 4، ودخلت عليا في الأوضة وانا حالق الحلقه دي. انا فاكر ان حضرتك سبتي ساعتها البيت ورحتي عند جيراننا من كتر ما انت مش قادره تبصي في وشي وانا حالق الحلقه دي. ما كنتش متصور على فكره الا لما عيال كبرت، كنتش متصور ان حلقه الشعر ممكن تخض الاهل على عيالهم. ف والنبي ما تزعليش، حقك عليا يعني. ايام حلوه يا امي، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك وتعيشي لينا وتربينا واحنا كبار كده، وانت يا بابا ربنا سبحانه وتعالى يبارك في صحتك. فعلا والله افتكرت كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رغم أنف عبد، يعني تزل، رغم أنف عبد أدرك أبواه أو أحدهما ولم يدخله الجنة. يا رب يبارك في عمركم وتكونوا سبب في أن احنا ربنا يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. وعايز أقول للشباب ربنا في القرآن بيقول وقل لهما قولا كريما. كلمة دي فيها إعجاز رهيب، إن الإنسان يقول لأهله كلمة كريمة. أولا ما يبقاش كتوم كده أهله خايفين ما يعرفوش بيعمل إيه مع أصحابه برة وبيخرج فين، وقولا كريما في الثناء عليهم وإشعارهم إن هم فعلا بجد والله العظيم بيتعبوا نفسيا أكتر ما بيتعبوا جسمانيا. فيا رب يا أمي يخلي الكرم اللي في حياتك إحنا مصدره، يا رب يا أمي يخلي الكرم اللي في حياتك جزء منه كبير إحنا السبب فيه. كل سنة وحضرتك طيبة، و
وربنا يرحم كل الأمهات اللي سابوا الدنيا وعايشين مع ربنا في الآخرة ويثبتنا كلنا كأولاد وبنات على بركم لغاية ما نقابل ربنا كلنا وانتوا راضين عننا. كل سنة وحضرتك طيب. السلام عليكم.